بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر بين سبورت، طاب توقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطية من ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورغ النمساوية. فريق سالزبورغ يستقبل في هذه المباراة الودية ليفربول الإنجليزي بطل البريمير ليج المرة 19 في تاريخ فريق ليفربول بأسماء الأساسية بنجوم الكبار بقيادة الألمانية ليورجن كلوب قبل طبعا المباراة الرسمية الأولى في هذا الموسم أمام أرسنال في بطولة الدرع الخيرية. يستعد من أجل بداية الموسم الجديد موسم 2020 سالزبورغ الفريق النمساوي. ضربة البداية إذن لسال الأمام، كرة متبادلة قصيرة لفريق سالزبورغ لكن كرة بعد ذلك تصل سالة باتجاه أليسون بيكر. حالة الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 من سبتمبر طبعا 29 من روما، موسم الآن ثالث مع فريق ليفربول. هذه محاولة كرة في منطقة الجزاء لكن هناك حالة تسلل موجودة مدي شوط المباراة الأول. كرة أولى لمصلحة سالزبورغ لكن على طول الأمريكي هنا محاولة كرة في هدف أول لمصلحة سالزبورغ. بداية قوية عند الدقيقة الثالثة، سالزبورغ يسجل الهدف الأول في هذه المباراة، هدف دون رد لأصحاب الأرض مع بداية شوط المباراة الأول. إذن ذاك باتسون في صلاح، يتقدم صلاح خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا ذو طبعا تواجده في الخامس من أكتوبر من عام 2015 كرة رجل صاحب 53 سنة ليقود ليفربول مرة تنز. جو غوميز 23 سنة يلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء طبعا للمباراة القادمة في كأس النمسا. إنية كرة عن طريق صلاح لكن التغطية من جانب الدفاع ستفتقد من أعادهم إلى الواجهة مرة أخرى. جاز في شوط المباراة الأول هدفين في مرمى بيكر. يتقدم غوميز يلعب كرة طويلة خلف المدافعين باتجاه ردة فعل بالتأكيد عن طريق بريشا يحاول في الألمان يلعبها على الأرضية ولكن نعم هدف ثاني، هدف ثاني يأتي لمصلحة سالزبورغ النمساوي. مرتدة سريعة، مرتدة خاطفة، هنا الهدف الثاني لسالزبورغ. المرتدات هنا المثمر اتجاه فيرمينيو او ساديو. الان محمد صلاح في منطقة الجزاء لكن تبعد من امام صلاح وراه ثم الانقضاض الهجومي. تمريرة بينية ممتازة عن طريق بيريشا باتجاه داكا ولكن هذه المرة عكس الاتجاه. تمريرة باتجاه باتسون داكا، مرور رائع في اللقطة الأخيرة من بين الأقدام بشكل رائع جدا من أمام صلاح. تعود من جديد ساديو، مر عدى ساديو باتجاه ويليامز. ويليامز في الناحية اليمنى كرة عرضية ملعوبة لكن تواجد فينالدوم وهذه كرة بالرأس من فابينيو لكنها تعدي إلى خارج الملعب إلى ضربة إلى ساديو ماني. ماني يحاول أمام التغطية، فان دايك في منطقة الجزاء، كرة فيها محاولة النمساوي. هنا محاولة كرة ملعوبة عرضية تبعد من فريق ليفربول، مشوار طويل جدا. هذه محاولة كرة بعد ذلك خطأ يحتسب لساديو ماني. تنفيذ الضربة الركنية، كرة ملعوبة عرضية تبعد من جانب الدفاع، عرضية إلى منطقة الجزاء. بيريشا يصوب ولكن تصطدم في نابي كايتا. جميل الكرة الأخيرة وهذا يعود مرة أخرى لسالزبورغ بعد التواجد في نادي ماغديبورغ الألماني. كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء لكن أيضا تدخل إلى منطقة الجزاء بالرصد، هي ممتازة إلى ساديو ماني يحاول المرور. كرة فيها محاولة باتسون وتسديدة لكن تصطدم في فان دايك. محاولات الأخطريق المصري محمد صلاح إلى فابينيو، بعيدة 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 الكرة تعدي
الى خارج ارضية الملعب الى صلاح يحاول فيها استلام ممتاز من جانب محمد صلاح ثم كرة عرضية تجاه ويليامز. ويليامز في الناحية اليمنى كرة ملعوبة عرضية لكن تبع كن في الثلاثي الهجوم فقط في الموسم الماضي. هذه محاولة كرة ست مباريات لعبها في الموسم الماضي. هذه كرة عن طريق صلاح لكن أوكافور هنا محاولة كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء فيها تسديدة لكن تبعد إلى خارج الملعب. الكرة الأخيرة أعتقد دون وجود أي محاولة ضغط من جانب عناصر فريق ليفربول. هذه كرة كرة فيها فرصة حقيقية الآن وهدف الأول يضيع. نعم هدف أول يضيع على فريق ليفربول نحو منطقة الجزاء. استلام ممتاز من جانب ساديو ماني لكن أعتقد هناك حالة تسلل موجودة. الدفاعات سالسبورغ تقدم من جانب عناصر ليفربول وهذه كرة عرضية كرة بينية إلى فيرمينيو البرازيلي في منطقة الجزاء يصوب وكرة تعدي ولا تصويبة حتى الآن من جانب. بداية الشوط الثاني من هذه المواجهة في هدف ثالث لك يستعيد الكرة بأقصى سرعة فريق سالسبورغ ولكن سيجاي باتسون داكا السريع أليسون وهفوة وداكا والهدف الثالث. هي ساديو إلى محمد صلاح يحاول في منطقة الجزاء فرصة ولكن التألق من كارلوس وردة فعل ممتازة من أمينو تبعد الكرة من أمامه فرصة سبورت ثم الانطلاق عن طريق الجهة اليسرى والكرة العرضية ولكن جو غوميز شالها في آخر لحظة حولها إلى ضربة زاوية باركنية كرة تنفذ باتجاه من أمينو عرضية لكنها كرة تلعب إلى منطقة الجزاء بالرأس وفرصة الهدف الثالث ضاعت فرصة أمام هجوم سالسبورغ. هذه محاولة كرة فيها فرصة ولكن الدفاع يتدخل هو ألبرت. زاوية ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء تبعد من جانب الدفاع ثم روبرتسون ما زالت لمصلحة ليفربول ثم صافرة تأتي والهدف الثالث كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة ولا كرة باتجاه صلاح داخل منطقة الجزاء فرصة خطيرة محاولة وكرة 10 سنة في عمره لاعب طبعا خاض 6 مباريات في الموسم الماضي سجل هدف في مرمى أستون فيلا. صلاح في الجهة اليسرى هذه المحاولة كرة ملعوبة عرضية لكنها سهلة محاولة كرة في منطقة الجزاء خطيرة هذه الفرصة عرضية موجودة هنا محاولة تسديدة لكن ممتازة باتجاه ساديو ماني عدى ماني لك أولمبياكوس طبعا هنا محاولة كرة ملعوبة عرضية تبعد من جانب الدفاع ثم تعود لمصلحة ميلنر تمريرة بينية جميلة كرة داخل منطقة الجزاء فرصة وهدف أول يأتي. نعم هدف أول يأتي لمصلحة ليفربول يقلص الفارق في هذه اللحظات عن طريق البديل رايان بروستر يسجل هدف بعد مجهود رائع من جانب التعاقدات الجديدة للبلوز موسم منتظر وهذه كرة منتظرة في المرمى. نعم هدف ثاني يأتي عن طريق رايان بروستر يسجل هدف التعادل بعد هفوة دفاعية رايان البديل ينجح في الوصول مرة أخرى.